عسلامة يا ولاد، إن شاء الله باش نبداو في حاجة جديدة اللي هي تابعة لجماعة دوزيام أني سيونس. دونك باش نقراو نوسيون ديليكترو نيجاتيفيتي. البارتي هذا تابعة شابيتر موديل دو ريبارتيسيون دي إلكترون داناتوم اي تابلو بيريوديك. ألو قبل ما نبدا في الدرس في البارتي هذا، دونك الكترونيجاتيفيتي بالعاميه فما مجموعه من القوى، دونك دي فورس قوى بين الذرات تتفاعل مع بعضها. شكون تجبد ليها معناها شكون تجبد ليها عندها اكثر قوه تو سامبلومون، فهمتني؟ دونك الاكثر قوه هي بلو الكترونيجاتيفيتي، والاقل قوه اللي هي موان الكترونيجاتيفيتي. داكور؟ يعني شكون اللي عندها القوه وشكون اللي مغلوب عليها. دونك هذو من الكل باش نحطوهم في اطار دي نوسيون شيمي. داكور؟ بيه زيدو نتعمقو. دونك لي مولكول هما شكون لي مولكول؟ Ce sont des atomes, liés par une liaison covalente. Je trouve d'où bien liaison covalente. Liaison covalente, et les hier, qui m'a pris la première année, et les hier, les modèles, il y a ma contact, il y a ma éclaté, manchon éclaté, qui tape de forme ci, forme ça, forme liaison, bin deux atomes, et les hier, raison. مثلا هما دونك فما ليزون اللي نسميوها هذي. داكوغ هاك هذي تتسمى ليزون كوفالونت. داكوغ تتسمى هذي ليزون كوفالونت، يعني la mise en commun de deux électrons tout simplement pour des atomes, pour deux atomes par exemple, مثلاً HCl. HCl. Donc, كل واحدة جبت معها إلكترون célibataire. Donc, هذوما les répartitions d'électrons. Donc, تنجم اللي كان ما عندكش فكرة عليها، تنجم تشوفها على الشين يوتيوب كيف يسكو. داكوغ هاكا مفسرة بالباهي. المهم ما تقلقش. داكوغ؟ تخي بيان. الوغ دونك كي نعملو الشيما دو لويس معناها موديل، دونك الهيدروجين عندها الكترون سيليباتير، وبالنسبة للكلور عندها 3 دوبلي نون ليون اي ان الكترون سيليباتير. دونك اونتر لي دو الكترون سيليباتير باش تصير فما ليزون. تتسمى هذه ليزون كوفالونت. داكور؟ بي بين هذا شو HCl معناها كلورور ديدروجين، هي تتسمى موليكول. تتسمى هذه موليكول. داكور؟ هذا تتسمى موليكول. باهي دونك لي زاتوم هما الهيدروجين والكلور. واضح؟ تخي بيان. بي توا باش نحكيو كيفاش معناها كيما قلت انا النوسيون دي الكترونيجاتيفيتي. دونك فما مثلا ذرات، فما كل ذره عندها قوه. مثلا الذره الاولى تنجم تكون عندها اكثر قوه تجبد ليها بارتي من الالكترون بالنسبه للاتوم الاخر. يعني فما قوه بين الذرات، شكون اللي تربح شكون اللي هي اللي تخسر اللي مغلوب عليها اللي تجبد ليها. كيما نقولوا فما كاللعبه هذيك تجبد، فما حبل ومجموعتين شكون يجبد ليها الحبل تو سامبلومون. هذيك هي تخيل هذيك الكترونيجاتيفيتي هذيك هي. داكوغ تري بيان. دونك لي زيليكترون هذوما لي زيليكترون سيليباتير هذوما. Donc, sont répartis également. Ma chance se répartit également.
يعني عندهم ميم شارج. D'accord? Donc la répartition se fait avec apparition des charges, d'une charge positive qui me coûte déjà une charge maintenant négative. Et on coule charge positive. La ولاد qui coule charge positive يعني fama manque de charge. Un défaut d'électron. Et là il s'appelle manque des charges. Des charges. Tout simplement. Voilà. أما كي تبدا عندك شارج نيجاتيف هذا كله قريناها عملي اول بروميير اني شارج نيجاتيف يعني فما ان اكسي دي الكترون ان اكسي دو شارج ان اكسي دو شارج داكور الوغ كي نقولو شارج بوزيتيف شارج نيجاتيف داكور دونك شارج نيجاتيف معناها عندها اكثر قوه اكثر قوه دونك نمثلها بدلتا اكسبوزون موا هذه واضحه وهذه نمثلها بين شارج بارسييل دونك كيما نقولوا الشطر نتاع الشارج داكور مش شارج كامله تتسمى دلتا exposant plus واضح يعني اللي تبدا ضعيفه الاتوم اللي تبدا ضعيفه هي نرمزو لها بال دلتا بلس وكي تبدا قويه عندها فورس قويه تجبد ليها بارتي من الالكترون تاع ذره اخرى تتسمى نرمزو لها دلتا نيجاتيف داكو مفهومه هاكا ان شاء الله تبداو فاهمينها كي نعملو باغ اكزومبل اكزومبل نعطيكم اكزومبل مثلا تبدا عندنا الموليكول هذي بي سي ال 3 كيف نعمل شيما دو لويس دونك شيما دو لويس دونك بالنسبه للبي اللي هي عندها دوبلي نون ليون وعندها 3 الكترون سيليباتير داكور وبالنسبه للكلور عندها 3 دوبلي اي الكترون سيليباتير دونك البي الفوسفور باش يجبد ليها 3 اتوم دو كلور داكور دونك البي باش نحطوها هوني فما دوبلي مون ليون هاكا باش نحط 3 دونك كلور افيك 3 دوبلي نون ليون نون ليون معناها شفت تخيلوها كاينه شابو هاكا فهمنا هذا باش تعمل اون ليزون كوفالونت هذه باش تعمل ليزون كوفالونت مع زيدا كلور اخر حتى هذا باش يعمل ليزون كوفالونت رابط بين الفوسفور والكلور داكور بي ان شاء الله تبداو فاهمين الوغ دونك شكونها اللي اكثر قوه دونك اللي اكثر قوه دونك بور لو مومون اللي اكثر قوه اللي عندها تكون اكثر قوه شنو قلنا عليها اللي ترمز لها بدلتا موا واللي اقل قوه اللي هي مثلها بالبلوس داكور الوغ لو كلور بالنسبه دونك لو كلور هي بلو الكترونيجاتيفيتي معناها هي اكثر قوه هي اكثر قوه دونك نقولوا اكثر قوه هاك شفت السهم كيفاش يمشي لها شفت معناها هي اللي تجبد لها في القوه دونك هذه حطوها دلتا موا دلتا موا اي دلتا موا بي واضحه داكور مفهومه
دونك شنو تكون هوني؟ هذه شنو؟ اقل قوه الفوسفور صح لي؟ دونك تكون اقل قوه. دونك شنو نعملوها؟ معناها هي دلتا هنا دلتا بلس. قداش جبت لها؟ دونك قداش معناها انقسمت هذيك؟ انقسمت ثلاث مرات. دونك نحط هنا 3. واضحه؟ مثلا بار اكزومبل باش ناخذ مولكول اخرى. مولكول نحكيو على دي مولكول. مثلا باش ناخذ فلورور دو فوسفور معناها بي اف 3 فوسفور هاك. داكور تري بيان. الوغ الفوسفور شقول عليه انه هو عنده دوبلي نون ليون اي عنده 3 الكترون سليباتير. الفلور اللي هو عنده شنو قلنا؟ هو اف عنده 9. دونك نعمل ريبارتيسيون دي الكترون ك ال. دونك كيف نحطهم هوني؟ هما 1 2. الكات تاخو 2 الال تاخو 4. 1 2 3 4 5 6. ومن بعدك شنو قلت؟ نبدل بكولور اخر 7 8 اي 9. دونك فلور كيف نعمل الشيما دو ليست نتاعها؟ دونك عندها 3 دوبلي نون ليون اي 1 الكترون سيليباتير. داكور؟ اي 1 الكترون سيليباتير. اها واضح؟ دونك هذا هاك عملت ليزون الفوسفور عمل ليزون افيك فلور. دونك هاكا هاكا الكترون جهب الكترون سليباتير. هذا عمل ليزون كوفالونت هاكا مع D'accord, ça va? Très bien. Donc, les tabda. Fais-le. À nous, donc, on est l'axeur. Quoi? Elle est libre de mettre là un petit delta moins. Donc, delta moins, il est hier moni f. Aya moins. قداش انقسمت منها؟ قداش انقسمت منها؟ دونك 3. دونك نحط دلتا بلس نحط هنا 3. داكور؟ معناها جبدت ليها. توني فهموهم كيفاش كيفاش نعرفوا انا هي القوية انا هي الأكثر قوة وانا هي الأقل قوة. داكور؟ دونك الفلور اي بلو إلكترو نيجاتيف كو الفوسفور. داكور؟ تخي بيان. الوغ كي نزيد نقدم شويه كي ناخذ مثلا هيدروجين دي هيدروجين دو سوفر. دونك اس هاش 2. دونك سوفر. دونك كيف نعمل الشيما دو ليست نتاعو اللي هو عنده دو دوبلي نون ليون اي دو الكترون سيليباتير. كي نقولو دو الكترون سيليباتير يعني هما لازم يبدا عندنا دوز اتوم اخرين عندهم دي الكترون اخرين سليباتير. دونك الهيدروجين جي الكترون سليباتير اها. دونك شنو باش يصير بيناتهم؟ باش تصير بيناتهم ليزون اسمها ليزون كوفالونت. اها ليزون كوفالونت. دونك كيف نحط لي شارج بارسيل اللي هما الاس سوفر اللي هي بلو الكترونيجاتيف. دونك انت السوفر باش تجبد ليها بارتي هاكا من الالكترون سليباتير. دونك نتاع الهيدروجين. دونك هاكا شنو نحطوها؟ نحط لهنا هذه خسرت اقل شارج هاهم. نحط دلتا بلس وهنا قداش جبدت ليها؟ جبدت ليها 2 دلتا موا. داكور؟ واضحة؟ دونك هذا لازمكم تفهموا. واضحة؟
تفهموا بس كي معناها ما غير ما لازم تخدموا بطريقه بسيطه داكوغ واضح. دونك كي نزيد دونك كي يبداو مثلا عندنا موليكول هكا موليكول دي كلور دونك معناها عندنا دوز اتوم عندهم نفس القوه عندهم نفس القوه يعني فما ليزون بيناتهم سي اللي هي ليزون كوفالونت تتسمى ليزون كوفالون اما هما عندهم نفس الاتوم دونك نقولوا عليها مادام عندهم نحكيوا على الفورس معناها عندهم فورس معناها نون بولير معناها ابولير معناها عندهم نفس القوه لا تنجم الاخرى تجبد الاخرى يا اما معناها عندهم نفس القوه دونك واضحه دونك ميم الكترو نيجاتيفيتي معناها عندهم نفس القوه داكور نفس القوه يعني هذه كيف نكتب انا تو نكتبها يعني هذه عندها ميم فورس نسميها اللي هي أبولير ولا نون بولير يعني ميم إلكترو نيجاتيفيتي داكور تخيلها مجموعات فما تنازع بين القوى بين المجموعات داكور واضح دونك هذه تتسمى الكترو نيجاتيفيتي به